اوف والله تعبت، يعني شباب بنات ترضون هي. أنا عندي قطار فقير، أنا كل يوم أجي أشتغل هنا أنتظر يجولي ركاب وزبائن، ما حد يجي يركب القطار مالي مال الفقراء، يقولوا لي أنت ما حد يقبل شباب بنات والله العظيم حرام عليهم، شوف هذا القطار مالي السكة حلوة وخشبية وبسيطة كلش، بس ما حد يقبل يصعد بها، ما أعرف ليش، يقولوا لي أنت والقطار مالك مو حلو، مبهذل، مو مرتب، ومخربط، أما ذاك القطار إيه هذا القطار مال غني كله دايموند والارضية مالته حلوة والقطار كلش كلش يمشي بسرعة وبيهاي مطبات يعني وش وش يمشي بسرعة ما يصير هيت الشباب بنات هذا عنده قطار غني وانا قطاري من الخشب قطاري مال الفقراء شوفوا راح اشوفكم القطار مالي شلون بطيء وما يتحرك بسرعة حسبي الله ونعم الوكيل شوفوا قطاري مال الفقراء والله مال شوفوا ما يمشي ما يمشي بسرعة باعه شلون بطيء كلش كلش شباب بنات يعني اذا اريد اسوي لي فره واحده ويجي لي شخص ما يركب القطار مقابل دايموندي راح يبقى سنه كامله يلا يخلص هاي الفره والله ما يصير هيك شيء شباب بنات شلون ورطاي جت لي فكره ايش رايكم اجرب القطار مال غني لا لا ما انا ما اجرب ما ما, ما اجرب شيء مو مالي حرام حرام تعال يا قطار تعال شوفوا قطاري بطيء اوكي خليني ارجع هاي العربه والله فقيراني يعني ليش وقت راح ابقى فقير والله ما اعرف خلي اشوفكم البيت مالي شوفوا بيتي مال فقراء انا عندي مال بعرور انا عندي مسبح بيتي مال فقراء شباب بنات كل شيء ما عندي والله كل شيء ما عندي شباب بنات ترضون هي. هي. اوكي مو مشكله هاي هنا أنا المخزن مال البيت شوفوا فارغ ما بيشي والله العظيم حتى تعبيت، هذا الكاب اذا اريد اكسر اضل 10 دقائق ما ادري ايش جيت، حتى نظف البيت بس مو مشكله راح اطلع راح اشوف لي شخص يجي يساعدني ان شاء الله ان شاء الله يجي شخص يساعدني او يجي شخص يجرب هاي العربه مالتي مال الفقراء راح حتى ان شاء الله ان شاء الله يجوا لي هاي شنو هاي انفول لحظه لحظه يعني يجي شخص من هنا يصعد اوه هاي هاي شنو لحظه واو اكو شخص هنا مسوي له مكان مال استراحه وي واو او ماي جاد هاي شنو موجود هنا ابو هاي عده تلفزيون وصناديق ومكتب واو شاشه بلازما عندنا هنا فرن اوكي وعندنا هنا مكتب طاوله ثانيه واو بعد شنو عندنا الباب ماله مقفول خليه يدخل من الزجاج اوكي اه. ادخل من النافذه واو عنده هاي تشتغل تنطفي تشتغل تنطفي ما شاء الله ما شاء الله عده ثلاجه اوكي مو مشكله شباب بنات اني خلي اطلع و... واسكر هذا المكان حتى ما حد يكتشف انه اني دخلت هنا أنا. اوكي لحظه هسه تمام خذيت لي ديرتايات اثنين راح اخليهن هنا اوكي، هسه كل شيء تمام يا شباب ويا بنات بعد شنو اللي راح اسوي؟ راح اسوي شغله جديده، شغله حلوه كلش كلش كلش. آه, آه. راح اجرب اتسلل للبيت الغني واشوف شنو موجود داخله داخل البيت مال القطار الغني. ان شاء الله القالي لي شي شيء حلو، شيء يناسبني، يعني انا تعبت بشكل مو طبيعي. يا رب يا رب اليوم واحد يساعدني. <applause> اوكي، خلي اجيب هاي الورده <applause> ورود من الدايموند عندي هذا الورع <applause> اي ورود من الدايموند خلي خلي يغطي له هذا المكان كله إيه كله يستاهل يستاهل هذا يستاهل يستاهل والله العظيم يستاهل حتى من يجي يقول منو الزراعين ويعطينه مكافاه اوكي اوكي يستاهل والله العظيم يستاهل شباب بنات هذا جاري الغني اي يستاهل يستاهل نقول لكم يستاهل يعني صدق يستاهل اوكي ها شيلها خلي وحده هنا أنا. اوكي والله العظيم يستاهل هذا البطل الغني شباب بنات الاغنياء يستاهلون مو اللي اتفقوا وياي يضغط لايك اوكي هاي نخليها هيك لا هاي خربت هاي لازم نعدلها اوكي خربت المنطقه هاي اوكي <applause> خربت المنطقه اوكي هلا والله هلا والله خربتها صارت حلوه اوكي هسا ندخل بيت مالي هسا ندخل بيت مالي ونشوف شنو موجود هنا واو صناديق اوكي اوكي بعد دقيقة واحدة راح يجي هذا الغني ان شاء الله ما يكتشف فلوس فلوس اسرق اسرق اوكي هاي عدم ما المكان بعروره اسطوري لا انزل 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 بعد شنو بعد شنو عدا هنا نم... آه خربتها هن. بعد شنو دايمون؟ خلاص هاي شنو اكس طي اكس بي اكس طو اكس طا خلاص خلاص كلام كثير صار ساعة خرط خرط مو طبيعي اوكي مو مشكله خلي يطلع من أنا اوكي خلاص جاي اسمع صوت اجى الغني خلي يرجعنا هنا شو الورطة هاي خلي ارجع بس هذا الاكس بي لا, لا 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 يا رب ما يكتشفني يا رب ما يكتشفني لا لا هاي داري لا لا خلي يرجع كم دايموند حتى ما يكتشفني اوكي 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 احتفظت لي بستاك دايموند بس هذا اللي سرقته شوفوا خلاص خلاص خلي يطلع من هنا خلي يطلع خلي يطلع يلا اوكي يا رب يا رب يجي لي هسه زبون ويجرب العجله مالتي مال القطار يلا خلينا ننتظر هنا لحد ما يجي لي زبون ايوه واخيرا وصلت لهاي مدينه الالعاب مال القطارات طبعا انا حميد ان شاء الله اليوم راح ارجع او راح اصعد في احسن قطار موجود هنا اوكي خلي اروح لهنا وهذا القطار الخرافي ما في احسن من عده واو القطار الاسطوري بس والله ما اعرف وين صاحب القطار يا صاحب القطار صاحب القطار منو؟ هشلو. منو؟ هشلو. منو؟ منو؟ وينك؟ انا 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 يعني انا في لحظة لحظة جاي بدل ملابسي لحظة لحظة يلا يلا طلع يا اخوي خشم منو اجاني؟ منو اجاني؟ منو اجاني؟ اخوي ايش طاير فوق يا يابا يا ايش طاير فوق؟ انزل انزل, انزل. يا اخي انتظر انتظر انتظر, انتظر لحظة وش جاي تسوي؟ عجيب. يا اخي اصبر جاي اراقب هاي المنطقه جاي اراقب هاي المنطقه اكو زبائن لا اريد انا انا اليوم اريد فلوس اريد فلوس اريد الزبائن يجون يجربون قطار مالي الجديد الحلو عجيب يا اخي ايش فيك طاير؟ ايش طلعت انا ما طاير دقيقه دقيقه أنا ما طاير لاز... لازم. هاي قدرة سحريه لازم. عندي هاي قدرة سحريه دقيقه دقيقه لازم اساعدك لا لا لا, لا. والله شكلك انت ملقلق او معلق فوق اي انزل انزل والله ما اعرف شنو السالفه انت زبون تريد تجرب القطار اي اي اريد اجرب القطار, أريد أجرب القطار. انت صاحب هذا القطار مو؟ يلا اي صاحب انا صاحبه انا صاحبه يلا شويه وانزلك شويه وانزل اوكي يلا اخوي 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 اي اي أي أي, اي اي شكو أي شكو, أي. شكو شكو طبعا انا حميد آه اريد العب في هاي اللعبه او في هاي آه 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 هذا القطار الخرافي ممكن اقدر العبها لا, لا 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 اسمعني عم حميد آه. هذا القطار مال الدايموند مو زين <applause> فاشل شنو كل اصدقائي جاي يقولون انه هذا القطار احسن وافضل وافخم قطار بهاي المدينه كلها وانت تجي لي هسه وتقول هذا القطار مو حلو؟ طلعت هاي؟ هذا القطار لا اسمعني مو هذا القطار قصدهم افضل قطار تعال شوف تعال شوف هذا افضل قطار بالعالم هذا تعال شوف شوف اعطيني اه دايموند اعطيني دايموند حتى خليك تجرب القطار مالي ما, 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 ما عندي دايموند خالي عندي بس هاي الورده اللي من الدايموند تاخذها مو؟ ايه اه اوكي مو مشكلة شوف اصعد بالقطار مالي شوف شلون سريع اصعد وشوف اصعد وشوف والله اه انا راح ادفعك خلي ادفعك خلي ادفعك خلي ادفعك امشي امشي يا اه ايه شنو يا اه شنو هاي سريع كلش جاي يدفع بيك سريع كلش كلش يا ما هذا خايس هذا رجع لي رجع لي وردة مالتي رجع رجع يلا عمو يا انفجر عليك ما ما رجع ما رجع لي رجع رجع لي الوردة مالتي او انفجر انفجر على بيتك هسه ما تعرف اني حميد الكريبر اقدر افجر المدينة كاملة يلا أجي يلا صار وردة الورده مالك بس القطار مالي كلش حلو والله كلش حلو انت شيل على لا لا مو مو حلو انت قطار مالك خايس هذا القطار احسن بقى احسن بقى من عندك باولي ها باولي شوف شلون سريع شوف شوف دي 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 تشوف دي شلون سريع قطاري أه. كلش كلش سريع لا لا القطار مالك خايس بس هذا القطار احسن احسن من عندك زين ما قلت لي وين صاحب وين صاحب هذا القطار وينه قطار راح يشتري لهم برجر فد نص ساعه هيك ويرجع اذا تريد تروح لبيتكم وتعال بعد نص ساعه اوكي خلاص راح اروح لبيتنا وبعد نص ساعه يا نص ساعه نص ساعه أ... ارجع والعب في هذا القطار اصلا هذا القطار احسن من القطار اللي عندك يا ورح يا بقيه احسن لا لا لا, لا 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 قطاري احسن همزين 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 رجعت 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 الوردة مالتي من الدايموند وحصلت لي فره مجانيه اصلا هو ما ما يسوى أوه. شنو هاي؟ دقيقة دقيقة لازم ارجع لهذا الفقير اروح اجرب هاي والله شكلها خرافية يا شباب دقيقة دقيقة هسه خلي اخذ قطار او اسرق قطار من عدة يا فقير فقير اي فقير فقير مسكين عطني عطني قطار عطني قطار اريد اخذ قطار من عندك هذا قطار اقدر اخذه اه خذ 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 روح خذ روح يلا مع السلامة عزل بعد ما فتح حتى حتى تتأدب نعم 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 اوكي هسه خليني اروح اجرب هذا اوه ماي جاد والله شكلها خرافية هاي شكلها خرافية اوكي هسه خليني اروح اجربها واشوف احسن من عند هذا القطار الفقير أو, أو, او القطار الفقير احسن هاي شنو ليش ما جاية تصير يا اخي دقيقة لا لا القطار راح لا 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 لا, لا. شلون ورطهاي شلون نورتهاي القطار راح لا قطار قطار لا قطاري راح لازم ارجع لهذا الفقير ارجع اخذ القطار من عنده لا شلون ورطهاي اعتقد هاي سكة سكة الحديدية ما 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 ذاك القطار الكبير اوكي خلي أدنى شوي لهناك حتى ما يدعسني يعني اذا دعسني اموت تعرفون يعني القطار القطار الكبير يقتل الناس اوكي هسه خلي اروح يا اخي اريد اجرب شلون المرض اريد اجربه لا لا طحت <تصفح> خلاص زعلت هاي خلاص خلاص زعلت راح ارجع البيت مارد مارد خلاص ما 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 <applause> أكينه خلي يرجع البيت يصلي <applause> <applause> والله تعبت شباب بنات والله حرام عليهم اللي يجي لي يقول لي تقطار مالك فاشل مو حلو مو سريع والله العظيم حرام عليهم شباب بنات يعني شو كداني راح ابقى هيتي. والله العظيم ما اعرف شباب بنات مو وضعيه هاي ابقى هنا يقولوا لي قطارك فاشل اروح لغير منطقه يقولوا لي قطارك فاشل ما يصير والله حرام عليهم شباب بنات آه انا جت لي فكره تدرون شنو اللي راح اسويه راح هاي القطار مالي راح اغلق العربه مالتي مال القطار مال الفقير وبعد ما افتح خلاص بعد ما افتح خلي اجيب لي ديرتايه واغلق المتجر مالي وبعد ما افتح للابد والله بعد ما افتح والله بعد ما افتح ايش ما يسوون والله حرام عليهم كله بسببهم كله بسبب خلاص انا عزلت اغلقت المتجر مالي بعد ما اجي وبعد ما ارجع لهي المنطقه اصلا يجوني يا قطارك فقير واللي يجي لي يقول لي قطار الغني احسن من قطارك والله حرام عليهم خلاص انا راح اروح افتح لي مطعم احسن من القطار مال الفقير افتح لي مطعم الفقير افضل ان شاء الله ينجح مطعم الفقير اريد لي ورده اريد لي ورده خليها جنب المحل اوكي هاي وين افتح لي محل اريد المنطقه افتح لي بيها محل حلو وابيع بيها برجر هاي المنطقه حلوه والله هاي المنطقة حلوة شباب بنات والله كلش حلوة خلاص أنا هسه راح أبدي هنا أنا أبيع همبرجر إن شاء الله وهذا الكشك كنا أوه كوبيت هنا أنا. إن شاء الله هاي المنطقة صارت إلي وراح أبدي أبيع بها همبرجر من باكر إن شاء الله وهسه خلي أدخل البيت أرتاح بس قبل لا أدخل للبيت خلي أول مرة أرتب هاي المنطقة أوكي أرتب هاي المنطقة حتى يجون زبائن ويشترون من عندي أكل أوكي يلا هذا رتبناه هاي خربت أوكي آه. أوكي مو مشكلة مو مشكلة هسه كل شيء تمام تمام اي والله المنطقه رهيبه يا شباب بنات عجبتني 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 وان شاء الله المنطقه كلش حلوه بيها هواي ناس يجون يشترون من عندي يلا اني خلي ادخل بالبيت مالي وتصبحون على خير يلا ايوه واخيرا رجعت لبيتي طبعا اني اللي عندي افضل واحسن وافخم قطار موجود بالهاي المنطقه وان شاء الله اليوم راح اروح افتح المحل مالي وان شاء الله راح يجوني هواي زبائن طبعا مثل ما جاي تشوفون هذا المحل مالي او هذا هاي هاي سكه القطار مالي ايش عجب هاي شنو ايش عجب هذا 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 هذ هذ الفقير وين قبل دوما يبقى هنا انا يقول خالي ساعدني خالي ساعدني والله ما اعرف هاي شنو هاي شنو الديرتاية اللي موجودة هنا أنا؟ والله ما اعرف شكله عزل هذا الفقير والله نمسكين يا اخي اوكي مو مشكله هسه خلي يرجع خلي خلي افتح خلي افتح المحل مالي خلي اجيب هاي العلامه حتى تبان انها انها مفتحة يا علامه دايموند لازم اجيب دايموند حتى يبان انه هذا المحل مالي او المتجر مالي مفتح خلي احط هاي هنا وهاي هنا خلاص هسه أس... هسه يقدرون يجون الاطفال او المهم هسه خلي ينتظر هنا لين ما يجون الزبائن اوكي هسه شنو اوكي هاي شنو هاي منو هذا السلام عليكم وعليكم السلام خالي انت منو يابا ايش جابك لهون؟ انا آه انا صاحب هاي العربه ليش اخذتها مالتي هاي؟ شنو؟ <applause> شنو انت صاحب هاي العربه يابا انقلع يابا يا انت صاحب هاي. آه خلاص انا انا إجيت اريد اجرب هاي العربه سمعت انه اكو سكه مال قطار مال فقير وغني وارد اشوف افضل سكه بالعالم اي خلاص تقدر تجرب تعال جرب مالت هذا الفقير اول مره تعال جرب مال هذا الفقير والله ارجع ارجع ارقى فوق القطار انا الغني شنو تريدني اجرب هاي مال الفقراء انا اريد اجرب مال الغني فقط طيب خلاص تعال أفضل. تعال جرب تعال جرب مال هذا الغني تعال ورع لا لحظه خلي اجرب مال الفقير نشوف ها هاي شنو هاي شنو بطيئه اي مو قلت لك تعال جرب مالي تعال تعال جرب لي. مال الاغنياء تعال فاشله 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 هاي فاشله اي تعال جرب مال الاغنياء تعال تعال تعال, تعال راح تشوف تعال تعال يلا جرب تفضل يلا تفضل خالي متاكد راح راح تجرب هذا القطار متاكد اي يعني متاكد واني شجاع وغني كلش وهذا مت... ليش؟ خليني اجربه ليش؟ لا ما شنو تجربه يابا؟ هذا مال ما مال ناس مال ناس اغنياء وعندهم هواي فلوس، اول شيء 64, يعني بلوكات 64 بلوكات دايموند 64, 64 بلوكات دايموند يلا 64 دايموند 64 بلوكات بلوكات مو دايموند طبيعيه بلوكات لازم تكون يا سلام آه. جيب يلا هاي وهي هديه من عندي لك صار 65 بلوكه يلا خلاص عاشت ايدك عاشت ايدك خلاص طيب يلا شنو اتق الله شنو جربه يا بي. شنو مستحيل طيب اول شيء لازم تكسر هذني اربع بلوكات دايموند حتى اتاكد انك انك انك, أنك شو اسمه قوي يعني بس الأخوية بس الأخوية يقدرون يكسرون هذا يلا جرب شوف 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 لازم ضربه واحده يلا واحد آمي آمي والله عايشت ايدك اخوي والله شكلك معضل يابه والله اول مره اشوف لي قروي زي كذا المهم طيب هسا بقى شيء واحد شيء هو ابي لا تقول لي ها شنو اني اتدربت على يد المدرب شيفو العظيم اوه والله عشت ايدك، اوكي مو مشكلة، هسا بقالك شغلة أخيرة حتى أنطيك هذا القارب أو هذا القطار يا قارب وتقدر تجرب السكة الحديدية مالتي، جاهز لهاي الشغلة؟ أكيد أوكي أنا دائما جاهز الشغلة هي أريد هسا المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس التنبيهات حتى أجرب هذا القطار الخنفشاري بس بس هاي تريدها؟ إي بس, بس هاي بس بس <applause> والله العظيم كلش كلش سهلة <applause> شوفوا شباب بنات اريدكم هسه كلكم اضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات واللي ما يسوي هاي الشغلات راح اجي له فين الباندا كونفو باندا آه يلا كلكم وصلوا آه يلا تضل. يلا تفضل يلا تفضل تفضل يلا يلا روح روح جرب جرب يلا روح هاي ايش راي؟ هاي اه شنو؟ الحقني شنو اخوي؟ ها آه آه آه. آه. آه آه خلاص خلاص خايف؟ آه. آه. آه خايف مو؟ مو قلت لك فارك مو قلت لي كان في, في, في باندا ما ادري شنو طلعت خائف يا ورا والله ان سبونج بوب جابان بس بوب جابان بس مع السلامه والله طلعت خفاف يا اخي زين سؤال زين سؤال ها شنو شنو هذا السؤال هذا 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 الفقير اللي كان هنا وين راح هذا الفقير والله ما اعرف شكله عزل المحل مالته لان يعني هنا عندنا قانون شك واحد يحط بلوك الديرت او حبه ديرت فوق الصندوق ماله يعني يعني خلاص اعتزل هاي المهنه والله حتى احسن يابه اصلا هو ما يفيد لا هذا الفقير تعرف امه مريضه وتريد تسوي عمليه وما عنده فلوس شنو ورط واني جاي واني صار لي يومين ابحث عليه اريد اساعده بس ما لقيته او ماي جاد يا اخي ليش ما قال لي هو اللي انه امه مريضه حتى قدرت اساعده يابا ما قال لي هو خجلان من عنده، قال هذا الغني دائما يطردني ويتكلم عني بالسوء، وقال أني ما أروح أطلب من عنده مرة, شا... مرة ثانية حتى يتفل بوجهه ويطردني. والله حرمات والله إني كريه، أوكي خلاص مو مشكلة عمو قروي، إن شاء الله بعدين راح أروح له وراح وراح أساعده أوكي؟ وراح نطيه هواي فلوس أوكي؟ أوكي يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. والله إني ورع يا أخي ليش كذا سويت في هذا الورع؟ يعني مسكين أمه مريضة.

هسا خلي اروح ابحث على هذا الفقيه لان يعني الصراحه ما اعرف وينه، اوكي هسا خلي اروح البيت اشوفه موجود ببيته لا، اوكي هسا خلي يدخل بيته، والله ماكو احد ببيته، والله انه مسكين فلافل هاي شنو. فلافل فلافل يا ناس تعالوا هاي شنو؟ شنو هذا الصوت؟ فلافل الصوت جاي يجي من فلافل. هذا الاتجاه، عجيب عندي فلافل فلافل اردوغ هاي شنو؟ اه هذا نفسه والله هو، السلام عليكم اخوي، شنو شنو اخوي؟ ها خلو خلي وعليكم السلام اجيت تشتري من عندي فلافل اي خالي خالي عطني عطني الفلافل عطني الفلافل عطني كم وحده تريد هاي فلفوله بس وحده بس بس وحده فلفوله اوكي خلاص شم يطلع الحساب خالي الحساب يطلع دايموند دا وحده بس اوكي يلا تفضل هاي دايموند دا وحده على قولتك اوكي هاي بس دايموند دا اللي قلت لي عليها اوكي يلا تفضل هذا اه. هذا هذ كثير كثير لا لا حرام اخذ حرام لا هذا كثير كثير أه. لا لا خلاص خلاص اخوي هذا اني لك اوكي مقابل انت ممكن مره كنت تدفل علي تسوي لي تف عليك تف عليك وما تنطيني اكل وتطردني ايش عجب هسه ساعدتني لا اخوي يعني غيرت رايي لان قبل, قبل شوي جاني ذاك القروي وقال لي انه امك مريضه فاني الصراحه ما اعرف يا اخي حسيت بشعور مو حلو فاجيت وساعدتك بهذا الفلوس اللي عندي اوكي والله شكرا انا ما اعرف شلون ارد لك الجميل ما عندي بس هاي ال 61 فلفول اتمنى تكفي خلاص انت انت هسه اللي, اللي اريده من عندك تروح تروح تعالج امك وتروح تشتري لها قصر او بيت كله من دايموند وتساعد نفسك وحتى حتى تعيش حتى... في احسن حال اوكي ومن تحتاج شيء ومن... ومن تحتاج شيء تعالي تعالي المحل مالي اوكي إن شاء الله إن شاء الله شكرا والله العظيم أنت أفضل واحد بالعالم وأتمنى لك الخير والموفقية حبيبي الله. إن شاء الله تتزوج البنت اللي تحبها خلاص زين ما قلت يا أخوي أنت أمك من صدق مريضة لو تشذب لو تشذب علي ذاك القروي من صدق مريضة هي؟ أه مو م... اي اي مريضة ماما مريضة صار لها يوم وين بالمستشفى اوكي فلوس ما حد يقول ينطيني الله يشفيها ويعافيها الله وياها اوكي هسا خلي آه نسيت آه تريد نروح نزور امك بالمستشفى هي مو؟ لو لا 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 ماما عندها حساسية من الزوار الاغنياء آه ما ما يصير تزورها بس انا يصير اروح لها اوكي مو مشكلة الله وياك هاي شنو؟ يلا مع السلامة مع السلامة جاي تسمع جاي تسمع هذا الصوت؟ تعال تعال اخوي تعال 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 لا لا مع السلامه مع السلامة, السلامه تعال ساعدني تعال بليز 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 صوت جاي يجي جاي يجي من بيتي تعال تعال اعتقد أي إيه إيه ذاك القروي نصب علي اعتقد ذاك القروي نصب علي ايه قد وين وين دقيقه آه. دقيقه تعال 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 ايش شنو الصوت جاي تسمع في صوت هذا القروي جاي تسمع مو ايه ايه لحظه 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 دقيقه دقيقه ايش شنو شنو لحظه لحظه